اخر حاجه عندنا السبرنت بلاننج. السبرنت بلاننج انا بعمله في اول كل سبرنت، تمام؟ الهدف منه ان انا اخد تاسكات، اقعد التيم كله يقعد يكسرها، سوري اخد ستوريز التيم كله يقعد يكسرها، واطلع منها في الاخر بتاسكس، تمام؟ تاسكس استيميتد بالاورز بالساعات، هتعمل اليو اي لوجيك بتاعك في ايه، وهتعمل الداتا بيس في قد ايه، هتست في قد ايه، هنريزولف قد ايه فيكسنج البجز. فاحنا بنعمله بس من الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها في السبرنت بلاننج ده، ان احنا نحسب على الكاباسيتي الاكتوال بتاعت الناس، وان الناس اللي هتشتغل بايديها هي اللي هي تحط الاستمتس بتاعتها ايفن على التاسكات. ف انتوا شايفين طيب ده المفروض ان هو يحصل في قد ايه، ياخد وقت قد ايه حسب سبرنت قد ايه؟ يعني لو سبرنت اسبوع غير لو سبرنت اسبوعين غير لو سبرنت 4 شهور، لو قلنا ان هي اسبوعين. طب اقول اللي انا بعمله، انا مش عارف هو ده صح ولا لا، بس انا بحط تايم بوكس ساعتين ولو احتاجنا ممكن نزود او ممكن نعمل ميتنج تاني يعني، بس يعني مش عارف ده صح ولا لا. طب في الساعتين دول بتعمل ايه يا مصطفى؟ بنكتب الستوريز وبنتخانق عليها بتكتب الستوريز في اول في السبرنت بلاننج؟ لا، التوقيتات بتاع الريتم كاردز بتاعتها في البوينتس، وبنقعد نتخانق وهكذا، فالساعتين غالبا بيخلصوا يعني، فبنضطر نعمل ساعتين تاني. هل بتطلع بتاسكات مش من اول تايم، مش من اول ساعتين، مش من اول تايم بوكس ساعتين، ممكن من تاني ساعتين. طيب عشان تطلع بتاسكات انت بتبقى محتاج يعني عشان فعلا تطلع بتاسكات، سيبك من الوقت، بتبقى محتاج ايه الاكتيفيتيز اللي محتاج تاخدها؟ ان بعد ان الحاجات تكون جاهزه للستوريز، يعني ان يكون البرودكت اونر مذاكر كويس بحيث ان هو يرد على الاسئله بتاعتنا اللي بتبقى ظاهره، فنقدر نستميت يعني. والتشالنج الاكبر بيبقى ان الناس شغاله جديد مع بعضها في التيم، يعني ده كان اخر تيم اشتغلت معاه، كانوا لسه بدات، فكله كان خايف من فعمالين يضربوا او يعني بوينتس كبيره يعني. طب بعد البوينتس احنا هنا محتاجه، انا هنا مش باستميت بوينتس، انا هنا هقوم اشتغل بكره على الحاجات بقى استميتها تاسكس ان اورز، تمام؟ محتاج تعمل ايه بقى عشان تطلع بالتاسكس ان اورز؟ كل حد يبقى عارف هو هيعمل ايه كويس، وايه كمان والبريورتيز بتاعتها مترتبه ماشي، اللي هي الديبندنس تري ايه قبل ايه. يعني احنا قلنا ان احنا كل حاجه تبقى واضحه وكل واحد هيعرف هيعمل ايه والديبندنسز واضحه، تمام؟ which means ان احنا عملنا clarifying لمعظم ال uncertainties اللي ممكن ان احنا تقابلنا واحنا شغالين، صح؟ فاضل حاجة هي uncertainty برضو، فانا محتاجة ان انا اعمل حسابها، لان احنا دلوقتي خلاص هنقوم نشتغل بكرة. يعني ايه حاجة uncertainty؟ يعني هي uncertainty كمان ممكن تعطلنا واحنا ماشيين. احنا دلوقتي عملنا resolving uncertainty بتاعت البيزنس والديبندنسز، فاضل ايه؟ الاورز. الاورز عشان اطلعها محتاج اعمل ايه؟ breaking down technical tasks assigning، وايه كمان؟ assigning للteam members قبل الassigning. واحنا بنبريك هنبريك ازاي؟ بنحتاج نعمل شويه technical design عشان اعرف ابريك داون انتو تاسكس، تمام؟ والتكنيكال ديزاين ده بنقعد فيه كلنا، التيم كله بيبقى موجود ونقدر ان احنا نشتغل عليه. بيبقى فيه شيرنج نوليدج كمان، زي ما هو كان فيه شيرنج نوليدج بين السينيورز والجونيورز في الاستيميشن، كمان هنا كمان احنا نتفق قد الحاجه هتتعمل ازاي وهتاخد كام ساعه، هنتفق عليها از تيم، مش خد انت الستوري دي ويلا روح عيش حياتك وتعالى لنا كمان 3 ايام وكل واحد يعمل حاجه بمزاجه، تمام؟ ده نوع من البلاننج. احنا هنبلان تكنيكلي هنعمل الكلام ده ازاي ووقت صغير اللي هو الاسبوعين. فالمفروض ان في ميتنج زي ده هو بياخد حاجه اسبوعين، بياخد 4 ساعات، تمام؟ بس الاربع ساعات دول انا مش بضيعهم يا مصطفى في ان انا اسايز الستوريز او اكتبها تاني او اريزولف ان احنا البرودكت اونر لسه مش الدنيا مش متحضره عنده كده. الاربع ساعات هيخلصوا وانت لو وصلت التاسك ولا اورز ولا استيميشن ولا اي حاجه تخليك تعرف تبدا شغلك في السبرنت، هتبقى محتاج يوم كمان عشان تبدا شغلك في السبرنت.
فالكلام ده المفروض يكون متحضر من قبلها. السبرنت بلاننج هو هدفه ان انا معايا ستوريز اطلع منها التاسكس، التاسكس دي استيميتد باورز عشان اعرف ادابت البلان بتاعتها طول السبرنت. بلس انا حاجه مهمه كمان اطلع سبرنت جول، انا السبرنت بتاعتي دي هعمل فيها اللوجن، ده اسمه سبرنت جول، عشان اشوف انا هوصل للجول ده في اخر السبرنت ولا لا. تمام، فده بيزيكلي اللي احنا بنعمله في السبرنت بلاننج. فالحته دي بقى فيها ميس كونسبشنز كتير قوي. اول حاجه ان انا ابقى داخل بالستوريز مش جاهزه، فاقعد اعمل ستوري رايتنج او سايزنج جوه السبرنت بلاننج، تمام، وما اطلعش بالاوتبوت اللي انا محتاجاه، تاسكس اورز تكنيكال ديزاين شيرد اندرستاندنج على احنا هنعمل ايه من بكره وهنعمله ازاي. تمام، ده اول ميس كونسبشن. تاني غلط الناس بتعمله ان الناس ما تعملش بلاننج على الاكشوال كاباسيتي. يعني ان انا بعمل بلاننج ان الديفلوبر بيشتغل 8 ساعات في اليوم، طب هل هو فعلا بيديني بيديني 8 ساعات في اليوم، ولا احنا بعد الميتينجز وبعد الشغل اللي بيحصل معانا وكده بيديني 6؟ ده حاجه معقوله لازم ابلانها. طب اللي حصل ان احنا عندنا اجازات، تمام، انا في الاجازات دي هعمل ايه؟ الاجازات دي هعملها بلاننج ازاي؟ هل هحسب وقت الاجازات ده ان في عندي يوم او يومين واقعين، ولا انا بسيبها كده وربنا يسهل؟ طب هل هي اجازه عند حد واحد ولا اجازه عند الناس كلها؟ فده اكيد هتفرق معايا في البلاننج، لان دي غلطات شفتها كتير التيمز تعملها. احنا كنا هنحسب نخلص دول في اسبوعين، بس الاسبوع اتضرب ليه؟ عشان في العيد. طب ما احنا كنا عارفين العيد موجود من قبلها، ليه ما عملناش بلاننج صح؟ تمام. حاجه كمان بتحصل ان احنا ما بنشيلش اوقات الميتنجز، فعاملين حسابنا ان احنا شغالين 10 ايام بيور، لا، انت عندك سبرنت بلاننج ميتنج، عندك ديمو، عندك ريتروسبكتيف، عندك ستاند اب، عندك ستوري رايتنج، كل الكلام ده لازم تشيل وقته، والا الناس مش هتكوميت عليه. معايا هتوقع الكوميتمنت بتاعها في حاجه من الاثنين، يا في السبرنت الشغل بتاعها الاساسي، يا في الميتنج، واحنا مش عايزين لا ده ولا ده. تمام. ايه تاني اللي ممكن يكون بيحصل في السبرنت بلاننج غير ان احنا نقعد نكسر ستوريز، نعمل تكنيكال ديزاين، ناخد شيرد اندرستاندنج عليه، نطلع تاسكات مكتوبه استيميتد بالاورز؟ ايه تاني ممكن يكون بيتعمل انتوا شايفين ان هو غير ده، شايفين هو مش صح او بحاجه بتحصل مش مكانها هنا؟ I think talking about future details for future stories ساعات بتحصل، لو يعني احنا بنتكلم على ستوري جت سيرة ستوري تانية مش planned اصلا للسبرنت دي، فthey go deep in analyzing it. ده لو احنا بنكتب ستوريز بقى جوه السبرنت بلاننج، ودي حاجه مش المفروض تحصل، بس ساعات الناس بتسرح في حاجه تانية بره السكوب بتاع الميتنج ده اصلا. طيب ايه كمان؟ غالبا هو اهم حاجه زي ما انت قلتي، يعني ان احنا في الاخر بقينا عندنا الريليز بلان، يعني فيها بريوتيرايز ستوريز، عارفين هنعملها في قد ايه، وكل الناس موجوده. يعني غالبا كل المشاكل اللي بتحصل معايا بتبقى بسبب ان ممكن يبقى في حد مش موجود. يعني تمام. طب احنا عندنا دلوقتي انت بتتكلم على ريليز بلان، بس احنا دلوقتي جوه سبرنت وعايزين نعمل حاجه قبل نشتغل عليها من بكره، فايه الديس فانكشن تاني؟ يعني انت قلت ان انت بتقعد تسايز الستوريز جوه السبرنت، ودي حاجه يعني ما بتطلعش بالاوتبوت بتاع السبرنت بلاننج، انت بتطلع بسايزنج عشان ريليز بلاننج، بس الناس بكره هتشتغل على ايه مش واضح. تمام. انا فاهم ان انا كنت عامل كونفليكت ما بين الريليز والسبرنت. بالظبط كده. تمام. ايه كمان يا جماعه؟ طيب انا هسمرايز اللي انا كنت بقوله. بلان على الاكتوال، حضر الستوريز قبل ما تدخل سبرنت بلاننج عشان ما تعطلش الناس، لازم نطلع بحاجه متقسمه لتاسكات، وعشان نعمل ده تيك يور تايم في ان احنا نحط تكنيكال ديزاين ونقسم الدنيا سوا، خصوصا لو عندك جونيورز محتاجين يشيروا اكسبيرينس مع الناس الاكبر منهم وياخدوا منهم نوليدج. اطلع بالسبرنت باكلوج، هو عباره عن تاسكات استيميتد ان اورز الناس تقدر تشتغل عليها من بكره او ايفن من بعد السبرنت على طول.